اختير بداية نعرفكم بعد قاع بالرابطة والعمد وقدر الأمور إياك نعود يفهم السياق اللي تم فيه توقيع البروتوكول. احنا ظاهر اللي بنا في ظل الدولة الحديثة في منهج تسيير هو اللي ناجح وناجح في العالم كامل، ويعتمد أساسا على اللامركزية والخصوص اللي نقال له جوانب التنمية، والبلديات في العالم الله اللي منها تعرفوا حالها كامل، واللي قاع العمدة هو اللي يدور الشأن كامل حتى بما فيه قاع الشأن الأمني. احنا يوم هذا عمدة واشنطن قابلة معدل الطوارئ وإجراءاتها كاملة، وهذه مرحلة إن شاء الله احنا لا نلحقوها مرحلة معينة. للأسف احنا قبضنا القرار من 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 من, من شي 80، وكان من الطبيعي علينا نمر بمراحل معينة. يا غير للأسف اليوم تجربتنا في البلديات عمرها ما يزيد على 30 سنة، وما زالت العديد من النواقص اللي حقيقة بدون إرادة سياسية فاعلة مهتمة بالموضوع واعية دور اللي قد يقوموا به البلديات هذا ما يقدر ينجح.